كانت مقابلة صعبة في الشوط الأول، بعد ما درسوا الفريق نظن بلي في لا دوزيام ميتون الفريق راهو تحسن، والنتيجة جات النتيجة كانت تقدر أكثر من اثنين، أكثر من دو مات دو بوت. أنا نظن بلي الفريق راهو دار مقابلة جيدة طيبة، والمشوار مازال طويل إن شاء الله، وإن شاء الله المقابلات اللي مازالوا يكونوا أحسن. والجمهور راهو جمهور من ذهب، ولكن نقولها من اليوم ونعاودوها ولازم يتقبلوها، يكفينا من الفيميجان. اليوم راهم قادرين يديروا لنا اون بيناليتي، وقادرين يديروا لنا ماتش ما نلعبوش. انا نظن المناصرين تاعنا لازم يخليونا ترونكيل، الفيميجان اللي قاعدين يضيعوا فيه يصدقوه للناس. بون، المقابله جرات في ظروف جيده، ممكن الشوط الاول ما رقاش يعني المستوى كبير، ما احنا يعني طحنا في خصم اللي تكتل في الخلف، ما كانت خصنا شويه النجاعه الهجوميه، ما تقدمناش يعني بزاف يعني الى الامام. دونك في الشوط الثاني درنا تغييرات يعني اللي باه تمد الاضافه الى الامام، وطلبنا من اللاعبين يعني باه يتقدموا الى الامام، ونضغطوا على الخصم في المنطقه تاعو، وهذاك هو يعني الشيء اللي كان. ممكن الهدف الاول كان الوقت اللي جا فيه ثاني يعني وقت مليح، دونك اينوز ان تي بو ليبيري. باقي فتره المقابله سيطرنا عليها يعني بالطول والعرض، كنا ممكن قادرين نسجلوا اهداف اخرى يعني. انا نشوف بلي السكور كان يكون اكثر، ويعني هنا في ليسونسيال امام خصم محترم اللي يعني نشكره على المباراه اللي اداها. فيما يخص يعني الجماهير الغفيره اللي حضرت اليوم، يعني الجمهور العنابي يزيد يبين الوفاء تاعو للفريق تاعو، ورام يديروا في يعني في اشياء ملاحه ان شاء الله. ونلحقوا للحاجه اللي يتمناها اي مناصر في مدينه عنبه، وهو يعني الصعود تاع الفريق ان شاء الله. يعني الفريق راه يسجل، يعني هذا ثالث انتصار يعني على التوالي. احنا يعني مرينا بفرط شويه صعيبه، يعني شفنا باللي الفريق يعني من المقابله تاع شلغوم العيد عاود لقى المعالم تاعو، ادينا مقابله في المستوى مع مقرا وقالما. دونك نشوفوك ليكيب ريبرون يعني سون ريتم ابيتويل، يعني الحمد لله. بقاو لنا خمس مباريات، اون فايسي دو لي غاني ان شاء الله. وحنا درك الصعود هذا راهو في رجلينا حنا كطاقم فني، اداره، لاعبين، جمهور. دونك اون فاجوي تو نو شونس افون، اي بوركوا با غاني تو لي ماتش، اي عنبا سرا شامبيون ان شاء الله اون فان دو سيزون. لا لا لا، لا ديفات تاع اليوم il était correct. On a joué la première mi-temps mais à la deuxième mi-temps l'équipe s'est relâchée sur des erreurs élémentaires, mais le futur, le championnat, là on va jouer match par match, on va jouer jusqu'à la fin de saison, en même temps préparer la saison prochaine. Là on va jouer tous les matchs بنفس العزيمة jusqu'à la fin. On a le classement يهمنا في الفان، لو بيلون تاعنا يكون بوزيتيف، ما يكونش بدرجه ما اون راتي لاكسيسيون باسكو سي لو ديرني فيراج اجوردي، اون اي اور كورس بور لاكسيسيون. اون با بريباري دي مانتنون اون غروند ايكيب لاني بروشين. هي مبادره يعني من انصار، وداروا مبادره خير يعني ملاحه، وصلحنا انا وميري بوت يعني انا ناس كبار، وهو عنده تاريخ وانا عندي تاريخ، وكل واحد تاريخه يعبر عليه. ومبادره كانت طيبه، والنهار هذا كان مبروك على اتحاد عنابه. والمشوار مازال شويه بعيد، لازم تكتف تاع الرجال الكل، ولو حتى بنتومي عيطت له كان حضر معنا اليوم احنا. وبربي ان شاء الله السمانه هذه يكون خدمة في التيران، مبادرة كبيرة باه نجحوا الفريق هذا، يعني ان الفريق هذا راه يعقبوا قدام فريق عقبوا. وبربي ان شاء الله متاكد 99% حطينا رجلنا في ناسيونال 2. نطلب من الانصار ان شاء الله، اليوم راه حوالي 45000، هو ترى رجعت كما كان زمان، ان شاء الله يزيدوا بقوة. نحبها الماتش تاع بسكر يكونوا هنا في 60000، تحفيز يعني للاعبين، لان اللاعبين بريمير ميتون كانوا كريسبي شوية مدايرين وتيبيرو. مي الانصار لازم يكونوا بقوه، لخاوتهم في بسكره في تبسه ان شاء الله الماتش الجاي هذاك لازم يكونوا بقوه. وناس تبسه راهم في المستوى يعني يلعبوا بالون لذا، بصح الماتش الجاي لهنا لازم يكون 60000، باه تكون المسيره ماشيه تري بيان.